بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ننتقل إلى الفقرة 12.1.5 من موضوعنا اللي هو Analysis and Design of One-Way Slabs. بعد أن تكلمنا في الفقرات السابقة عن الـ Definition of One-Way Slab، الـ Behavior of One-Way Slab، والanalysis of one-way slab، وhow to select the thickness of one-way slab. الآن نتكلم في هذه الفقرة عن section checking design type، يعني section checking section design and section type، وعن flexure strength factor phi للone-way slab. الآن إحنا في مسألة الone-way slab، كأنما إحنا عندنا السقف هذا. العفو، عندنا فت سقف من النقاش السابق، كأنما أجرينا إلى تحليل مثل ما اتفقنا سابقا. هذا سكشن بسقف، هالشكل مثل ما اتفقنا سابقا. قلنا لأغراض تحليل هذا السقف نأخذ بي سترب، يونت سترب بعرض واحدة، هذا يونت سترب بعرض واحدة. أوكي. الآن في هذه الفقرة راح نفترض إنه إحنا أجرينا تحليل إنشائي على الفقرات السابقة، وجينا حسبنا الشير فورس هاي الفيو والبيندينج مومنت هذا الام يو اللي يؤثر على هذا اليونت سترب. فعندنا الفيو، شوي نكتبها بشكل أوضح، عندنا الفيو والام يو. الآن ما هي الخطوة اللاحق؟ ما هي الخطوة اللاحقة؟ عدنا الفيو إذن، وعدنا الأميو. الخطوة اللاحقة إنه قد يكون مطلوب من عدنا التشيك، قد يكون مطلوب عدنا التشيك of slab، وقد يكون مطلوب من عندنا design، قد يكون مطلوب من عندنا design of the slab، قد يكون مطلوب من عندنا design of the slab. الآن إذا كان عندنا مطلوب من عندنا check، فالcheck راح يتضمن مسألتين. check نفسه راح يتضمن مسألتين، flexure والشير، ونفس الشيء design راح يتضمن مسألتين، راح يتضمن flexure أو bending و الشير. الآن نبدأ بمسألة. نبدأ إنه إذا كان المطلوب هو checking for flexure، checking or for flexure، فواضح معادلة أو فلسفة الACI اللي checking بشكل عام أو checking for flexure بشكل خاص، إنه التحمل النظري للفلكتشر اللي هو الMN بعد ما نضربه بالسترينث ريدكشن فاكتور يجب أن يبقى أكبر أو يساوي من الأميو، والأميو هو العزم المتأتي من الأحمال بعد زيادتها فاكتور. هاي الفلسفة التصميمية
للاي سي اي اللي ناقشناها, او لفلسفه الاي سي اي اللي ناقشناها في تشابتر 1. الان الام ان, معادله الام ان مرت علينا في تشابتر 4, شلون نحسب الام ان. في تشابتر 4 قلنا معادله الام ان هذه اللي قلنا هي هاي المعادله تذكروها, المن كانت للنومينال فلكتشرال سترينث فور ريكتانجولار شيبس with single reinforcement only. هذه وقلنا هاي المعادلة من الأهمية بمكان, بحيث انه هي تقابل معادلة MC over I, حلت محل MC over I. هذه نستخدمها بالسقوف, كل ما هنالك انه الـ P نعوضه بألف مليمتر. أوكي. هذا الأسلوب الأول. أو ممكن إذا تتذكرون في أمثلة الفصل الرابع قلنا ممكن انه الـ MN يحسب من السيمبل ستاتيك. نجي نرسم هذا الستريس ديستريبيوشن, في جهة الكومبريشن عندنا الوتني بلوك, وفي جهة التنشن عندنا التي. اوكي, فالمومنت ام ان اللي احنا ندور عليه هو التي في الذراع. التي هي الاي اس في الاف واي, الذراع هي الدي ماينس اي اوفر 2. الاي مين نجيبه اذا تتذكرون, كنا نجيبه من هاي المعادله اللي هي بالحقيقة جاية من سيجما اف اكس. اذا كان المطلوب من عندنا التدقيق بالنسبة للفلكتشر, فمعادلتنا الاساسية هي هذه. هذه فلسفتنا التصميمية او التدقيقية, هي انه الفاي في الام ان يجب ان يكون اكبر او يساوي الاميو. والام ان ممكن تحسبه بطريقتين, يعني من المعادلة الجاهزة هذه او من السيمبل استاتيك. زين, اذا هذه, اذا هسه شنو اللي انهينا موضوع او انهينا النقاش عن التشيكينج فور فلكتشر. نجي هسه الى التشيكينج فور شير. التشيكينج فور شير المعادله الاساسيه للاي سي اي هي هذه, انه الفي ان اللي هي ثيوريتيكال شير سترينث اوف ذا سكشن, بعد ما ننقصها بالفاكتور فاي اللي هو شير سترينث ريدكشن فاكتور, يجب ان تبقى اكبر او تساوي الفيو. والفيو هي الشير فورس المتأتية من الفاكتور لود. الآن الـ VN مرت علينا في chapter 5. الـ VN بشكل عام تتكون متكونة من جزئين, يعني الشير سترينكث مع المقطع من وين تجي؟ تجي من جزء مسؤول عن الكونكريت اسميناها V sub C, وجزء مسؤول عنه الحديد اسميناه V sub S, الستربس هذه. هذا الستيل. راح تشوفون انه بالسقوف نادرا, وخصوصا بالون واي نادرا ما نستخدم شير رينفورسمنت. فالفي اس هذا راح تلغى, الفي اس شوفوا لاغيها. فبالتالي هسه الفي ان الشير سترينث او الشير نومينال سترينث اوف ذا سكشن من يوفرها هي بالكامل تعتمد على الشير سترينث اوف كونكريت. والشير سترينث اوف كونكريت هي نفسها معادله الشير سترينث اوف ريكتانجولار بيم. كل ما هنالك انه هذا كان بي ويب, بدلناه سويناه بي, وقيمته هذا البي قيمته هي 1000 مليمتر. اوكي, هذا, فاذا هذا اذا كان مطلوب من عندنا تشيكينج فور شير. الآن إذا كان مطلوب من عندنا design for flexure, إذا هسه قضية checking عرفناها سواء للفلكتشر أو الشير. إذا كان عندنا مطلوب design for flexure, تتذكرون بمسائل الديزاين كان أول سؤال يأتي يواجهنا, إنه هل مسألتنا هي من نوع الديزاين with pre-specified dimensions مع أبعاد محددة سلفا, فتبقى مشكلة التصميم أو مسألة التصميم مرتبطة بحساب التسليح. لو مسألتنا التصميمية من نوع without pre-specified dimensions, فهذا لازم نجاوبه. بالسقوف وبالone way system almost تقريبا all design problems, تقريبا أغلب أو كل المسائل التصميمية can be classified, يمكن أن تصنف as
design problems with pre-specified dimensions. يمكن أن تصنف كلها من نوع المسائل التصميمية مع أبعاد محددة سلفا. السبب ليش؟ لأن هو مقطع السقف هذا اللي إحنا جاي نتكلم عنه. لو تلاحظوا من شنو يتكون؟ يتكون من العرض B اللي هو وحدة واحدة، فهذا محدد، فالبي محدد. يتكون من العرض اللي هو البي، فهذا محدد. ويتكون من السمك اللي هو H، من السمك اللي هو H. والH اتفقنا سابقا هذا الH عادة يحددوه لأغراض الديفليكشن كنترول. فعادة من نصل إلى مرحلة الفلكتشر أو الشير ديزاين، احنا سابقا نكون محددين الH لأغراض السيطرة على الديفليكشن. فصار البي معروف والH معروف، يعني مسألتنا من نوع pre-specified dimensions. إذا صارت من نوع pre-specified dimensions فصير المسألة بهالشكل. بعد تدرون إنه بالمسائل التصميمية ما نخلي هاي متراجحة، يعني إحنا معادلتنا الأصلية هذه كانت متراجحة، بالتدقيق هي متراجحة، بالتصميم ما نتركها متراجحة. ليش؟ لأن إحنا التصميم لازم يكون سيف واقتصادي. فحتى يكون اقتصادي بعد ماكو داعي نخليه أكبر، نخليه يساوي. فبالتصميم يصير المعادلة في الشكل فاي في الام ان يساوي الام يو. هذا يؤدي إلى أنه الام ان يساوي اللي إحنا راح نصمم على أساسه، الام ان اللي إحنا راح نصمم على أساسه راح يساوي الام يو مقسوما على فاي. من صار عندنا الام ان، بعد المسألة بسيطة نروح لهاي معادلتنا، هاي معادلتنا اللي ناقشناها بالتفصيل بالفصل الرابع. قلنا هاي معادلة معدل للتحليل، يعني شنو؟ يعني الأبعاد والرو والاف واي والاف سب سي برايم ار جيفن والام ان تو بي ديتيرمند. بالتصميم بالعكس، انه الام ان هو معطى والرو تو بي ديتيرمند. فنحلها هاي، نحلها بالكوادراتيك فورمولا وناخذ الجذر الاصغر مثل ما سوينا بالفصل الرابع، فتطلع عندنا هاي المعادله. اوكي، هاي المعادله. فعندنا الام ان نعوضه، كل ما هنالك انه هذا البي مثل ما ناقشناها اكثر من مره، البي هذا ناخذه بالسقوف هو الف شنو مليمتر. زين، الشير ديزاين. إذن هسه كمل عندنا الفلكتشر ديزاين، بقت عندنا مسألتين بالحقيقة، شير ديزاين ومسألة أخرى. الفلكتشر ديزاين كمل، الشير ديزاين، هل يوجد شير ديزاين عادة بالوان واي سلاب؟ لا. ليش؟ إحنا قلنا الوان واي سلاب كله من نوع البري ديفايند، يعني الأبعاد محددة. وبالوان واي سلاب ما حد يخلي، عادة ما حد يستخدم الشير ستربز، وإنما يعتمدون عادة ما يكون سمك السقف كافي لمقاومة شنو؟ لمقاومة الشير. فعادة كل مسائل الشير هي من نوع التشيكينج بروبلم. فعادة ما عندنا مسائل شير هي من نوع بالوان واي سيستم، ما عندنا مسائل شير هي من نوع الديزاين. لأن احنا الشير بالديزاين قلنا شنو؟ ان الابعاد معطات ونحسب الاستربس، هذا اللي ناقشناه في شابتر 5. قلنا الفكره الرئيسيه انه مسائل الشير عاده هي بري ديفايند، هي وذ بري ديفايند ديمنشنز، يعني ابعاد الكونكريت معطات، ويكون دورنا هو حساب شنو؟ حساب الاستربس، حساب الاستربس. بالسقوف ماكو استربس اصلا، فكل مسائل، كل مسائل الشير او كل متعلقات الشير بالسقوف بالوان واي سيستم تحديدا ممكن انه نعتبرها منضويه تحت مسائل التشيكينج، مو تحت مسائل الديزاين. بقت عندنا مساله اخيره، انه الفاي طبعا ما شير ما بي مشكله، و 0.75 الفاي مال الفلكتشر، الفاي مال الفلكتشر. ايش قد ناخذ الفاي مال الفلكتشر؟ هذا ايش قد بالسقوف؟ راح تشوفون حضراتكم من خلال الامثله انه عاده السقوف هي lightly reinforced، تسليحها قليل، تسليحها قليل. السبب ليش؟ السبب اولا لان سمكها يكون عالي لاغراض السيطره على الديفليكشن،
فسمكها عالي يعني كمية كونكريت نسبيا كبيرة مضطرين إلها لأغراض السيطرة على الديفلكشن. فالسمك عادة نختار لأغراض سيطرة على الديفلكشن، وهذا السمك يكون كبير، فبالنتيجة كمية الكونكريت كبيرة، يعني كمية الحديد اللي راح نحتاجها صغيرة صغيرة، بحيث تتراوح من 4 بالألف إلى 8 بالألف، في الحقيقة في كثير من الأحيان حتى تكون أقل من 4 بالألف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إنه السقوف اللي هي بكونكريت أكثر وتسليح أقل أيضا تكون اقتصادية، إذا نأخذ بنظر الاعتبار كلفة العمالة. فهذه السببين اللي تخلينا احنا عادة نستخدم نسب تسليح قليلة. سببين، السبب الأول هو يعني هنا ذكرته، يعني هنا الثاني انا ذكرته اول، هذا السبب انه احنا عادة نستخدم سمك عالي نسبيا لأغراض السيطرة على الديفلكشن، فهذا يؤدي الى كمية كونكريت عالية نسبيا وبالتالي كمية تسليح قليلة نسبيا. والسبب الثاني اللي هو هنا مذكور اولا انه عادة السقوف اللي هي تكون نسب التسليح فيها نسبيا قليلة تكون اكثر اقتصادية. فلذلك اذا صارت نسب التسليح قليلة فمقاطع السقوف بشكل عام تصنف من نوع التنشن كنترول، والفاي لها يكون هو 0.9، فالفاي يكون 0.9. اوكي، وشكرا جزيلا لحسن الاصغار.